يتكلمون عن قضية الثقة بالنفس والحديث أمام الآخرين، هذا مهم جدا. أول شيء اللي عنده مشكلة من الخوف والرهاب من الحديث أمام الآخرين، فالخلطة الجميلة في العلاج رائعة جدا، هو أن لمدة 7 أيام، اللي يبغى يكتبها أو يحفظها، 7 أيام 3 مرات في اليوم استرخاء تام، لأن الجسد مرتبط بالعقل، فإذا دربت نفسك على الاسترخاء الجسدي يسترخي التفكير وتسترخي الانفعالات. أول حل، وهذا الحل اللي معتمد في الأسلوب بالتنويم، أول شيء درب نفسك على الاسترخاء. يمكن تلاقون طرق الاسترخاء موجودة في النت، تقنياتها. حاول تسترخي 3 مرات إلى 4 إلى 5 إلى 6 يوميا مدة 7 أيام، أنت ما عليك أنت في أي شيء آخر، فقط استرخ. يا تنام في الأخير يا تقوم، بس أنا أفضل أنك تقوم في الأخير، يعني تسترخي ارتخاء الجسد كله بعدين تقوم. كررها 4 مرات في اليوم، صباح، الظهر، في العصر، في المساء، في الليل، كل الأوقات. بعد 7 أيام سنتحدث عن الاسترخاء إن شاء الله. بعد كذا اجلس مع نفسك بعد الاسترخاء، ركزوا زين، وتخيل أنك تدخل، أنك تشوف نفسك، شوف نفسك تدخل في مكان وتلقي كلمة، وشوف نفسك من بعيد وقيم الوضع. إذا شعرت أنك أنت بديت ترتبك وأنت بعيد، لأنك أنت تشاهد نفسك منفصل عن ذاتك أصلا، فحاول أنك تبعد الصورة عنك في خيالك، كأنك تشوف نفسك يبعد، تبعد عنك حتى تحس براحة، فتشعر أنك بعيد في خيالك وتشعر أن الصوت بعيد. استمر على الوضع هذا 3 أيام وأنت تشوف نفسك تلقي كلمة، صوت بعيد وأنت بعيد. بعد فترة حاول تقرب الصورة أكثر في عقلك، قرب الصورة حتى تصير قريبة جدا، تشوف نفسك قريب جدا ويلقي الكلمة قدام الجمهور، زد عدد الجمهور، واسمع صوتك وأنت تتكلم وأنت في عملية استرخاء، ها مهمة جدا، بدون استرخاء ما ينفع. بعدين شعرت انك ما عدت تخاف، صرت تلقي، خيالك صار ثري جدا، اتحد لنفسك. كيف تتحد لنفسك؟ اشعر انك بالفعل انت الان تؤدي، وكانك تشوف الجمهور قدامك وتشوف يديك، كانك بالفعل الان تعايش الواقع. قس الحاله، شوف المؤشرات تطلع، هل في خوف؟ هل في نبضات؟ اذا شعرت بخوف يعتبر طبيعي، حاول انك تنفصل مره ثانيه وتشوف نفسك برا، وتستمر تلقي تشوف عبد العزيز، انا اشوف عبد العزيز يلقي قدامي، يلقي، بعدين ادخل واشوف الوضع، شعرت في خوف اطلع واشوف، اكرر حركه الدخول والطلوع بالجسد والخروج من الجسد، الانفصال والاتصال فتره، وبعدين بعد ما تشعر انك تمام، كل شيء تمام، قم امام مرايه والق امام مراه، وابدا صلح في حركات يدك، في حركات وجهك، حتى انك تطمئن. بعد كذا خذ لك اكثر من مراه، يعني لما تشوف نفسك في المراه حتشوف عبد العزيز كثير في المراه، 3 4 5 6 اشخاص في المراه اذا استطعت، يعني مراه عاكسه لمراه ثانيه، ثم القي الكلمه زين. اذا استطعت انك في الخيال بعد ما تنجز الانجازات الرهيبه هذه، تتخيل، تقول في عقلك، تغمض كذا وتقول من هم الأشخاص، شوف السؤال خطير، من هم الأشخاص اللي لو ألقيت أمامهم كلمة سأشعر بارتباك، ثم انتظر عقلك يخرج لك الصور، سيخرج لك أشخاص محددين أو سيخرج لك أعين معينة تخرج أمامك. أهم شيء بعد هذا ما تنهي التمرين هذا كامل وتشعر ما عاد في خوف، للعلم هذه عرفوها، أنت تلاحظ أنك في أماكن ما ترتبك وفي أماكن ترتبك، تلاحظ حتى الناس اللي عندهم الرهاب الاجتماعي ما يخاف في مجتمعات معينة، يخاف مجتمع، يقول لي ليش؟ أقول اسأل نفسك السؤال هذا، من هو الشخص، من هم الأشخاص اللي لما أشوفهم وأدخل عندهم أتكلم أمام أرتبك، ثم انتظر الاستجابة من عقلك، سيخرج لك ناس في عقلك. وهذه جربتها كثير كثير وطلعوا. طيب بعد ما يظهرون ابدأ
طبق عليهم، أنت الآن جريء، شوفهم وتكلم والكلام هذا. بعدها تنتقل إلى أنك تجلس مع ناس معينين عددهم قليل، لكن بعد هذه الطريقة نصيحة أنا أقول ببساطة تستطيع أن تدخل، يعني ممكن، لكن شوف لو شعرت بارتباك بعد التطبيق هذا في أي مكان كمل ولا عليك، هذه مرحلة طبيعية لأنك دخلت الواقع. زي شخص يتعلم السباحة في بركة السباحة بعدين يوديه في المحيط، يسبح ولا ما يسبح؟ يسبح، بس عنده خوف بسيط، لكن سبح كمل خلاص تنكسر الحال. هذه من أفضل الطرق اللي نعلمها ورائعة جداً.